تأقلم المواطنون مع تقلبات دولار السوق السوداء، حيث تبقى عيونهم شاحصة على تقلباته ارتفاعاً أو انخفاضاً. أسعار السلع ترافق الدولار في طلعته وتتركه وحيداً في النزلة. فبعد ملامسته لـ 33 ألف ليرة، هرولت المؤسسات التجارية إلى تغيير الأسعار واحتسابها على سعر للدولار المرتفع. ولكن مع الهبوط الدراماتيكي للدولار وبحوالي 12 ألف ليرة، تكاسلت المؤسسات نفسها ولم تعذب لا خاطرها ولا ضميرها لتخفيض أسعار السلع. شكاوى بالجملة وردت إلى فريق سبوتشوت عن أن أشهر سوبر ماركت في لبنان باعت ضميرها كلياً، ما دفعنا أن نجهز الكاميرا ونوثق لكم سرياً ما رأيناه. ما في شيء يعني كل الأغراض اللي عم نشتريهم بعد زيت الأسعار، وتكين ترونت روامي للدولار بعده لهلا زيت الأسعار. عملت برمتي ما قدرت جبت شيء تقريباً، أسعار بعدها كتير مرتفعة، ما في شيء نزل. بالإجمال الأسعار اللي لقيناها ما نزلت بنسبة الدولار اللي نزل. البن بعد ما نزلت أبداً أسعاره، بعده نفس الشيء وقت اللي كان الدولار على 30. اسمه الزبدة كان حقها أيام الدولار غالي كان 63، هلأ 90 ألف عندهم. الشوكولا بتحسيه عم يعلى مش عم ينزل، في أسعار بتحسيه عالية. الحليب مثلاً الكليب نزل، في غير ماركت ما نزلت. السكر هو ذاته الخمسة كيلو بعده 130 ألف أو 100 حسب النوعية. زهران شو بدي لك أكثر من هيك؟ ما في شيء، كله غليين هلأ، كله غليين. لازم يصير في مراقبة، ما بعرف وزارة الاقتصاد وينية هالعالم، ما في تنزيل. حرامية. كالعادة الطاسة ضايعة بلبنان، وهذه السوبر ماركت ليست الوحيدة التي تستغل معاناة اللبنانيين. فقمنا بجولة على المطاعم لمعرفة إذا تغيرت أسعار قائمة الطعام. هلأ هالناس هالتجار كلها كلهم اشتروا وقت طلع الدولار، كل العالم اشترت على 32 وال31، بطلوا ينزلوا ناطرين يتركبوا الدولار، اذا نزل تينزلوا وما نزل بيضلوا الاسعار هي ذاتها، في شيء مش مزبوط. مع انه نزل دولار لوجيكمان لازم ينزل ترازمي الاسعار تنزل شوي، بعدها هي ذاتها. بقولوا انه الانجريديان لانه جايبينهم بالدولار. نحن ما لازم نتساءل، لأنه مش نحن بنقرر الأسعار، بيشوف التاجر الكبير. أنا بحمل المسؤولية للدولة، لأنه وقت ما بيكون في رادية الزهران بيعملوا اللي بدهم إياه. الجولة كانت بهدف البحث عن القطبة المخفية وسر الغلاء غير المبرر، لكننا اصطدمنا بعبارة الحق على التجار، الحبل على الجرار وسبوت شوت بالمرصاد. وأنتم هل لاحظتم تبدل في الأسعار مع انخفاض الدولار؟ شاركونا تعليقاتكم.